قبل ما اسيبك بس في خبر مهم برضه لازم، علشان بنتكلم على ان النادي الاهلي سيحصل على 3 مليون 3 مليون و200 الف جنيه لمشاركته في السوبر الافريقي بعد زيادة عائد رعاية الفريق. يعني الاهلي سيحصل من الرعاية فقط على 3 مليون وربع لمشاركته في السوبر الإفريقي بعد ما زادت الرعاية اللي هي بتاعة عقد مرسول. دي معلومة مهمة جدا، بس لو عايز تعلق عليها. ودي ده دايما يعني يمكن الناس اللي بتسال النادي الاهلي ليه مختلف؟ لان النادي الاهلي في الامور التسويقيه دايما بيدور على الجديد، دايما بيدور على الامور اللي كل دي امور بتجاوب عليها النهارده المبلغ الكبير اللي النادي الاهلي بيرعاه. النهارده كمان يعني عمرو السوليه قرن من موسيماني بجائزه سميت عليها جائزة مرسول، على اعتبار ان مرسول بيوصل اللي كل هو حاجة، الراعي. اللي هو الراعي مرسول بيوصل كل حاجة. فموسيماني اهدى السولية تكريم درع بسيط اطلق عليه درع مرسول، على اعتبار ان السولية يعني الباصة الجميلة اللي عملها في لقاء الزمالك الاخير هي افضل توصيلة وافضل هو باصة. ده ذكاء، ده ذكاء من مرسول السعودية. طبعا عملت جايزة مخصوص اسمها جائزة أفضل أسيست يا جماعة، ومنحتها لعمرو السولية على أسيست مباراة القمة مباراة الخمسة، والمستر موسيماني هو من سلم الدرع أو الجايزة لعمرو السولية زي ما هو قدامكم. يمكن معلمين بالأحمر، شوف الرقي والأدب ووقفة عمرو السولية، يعني حاجة ملفتة للنظر ومفرحة جدا بصراحة. يعني أفضل أسيست أو أسيست حاسم في 2021 كما أطلق عليه التكريم في وقته، ودعم حتى السولية جدا، والباصة ما حدش يقدر ينساها أبدا، تمريرة ربوانة من عمرو السولية ما حدش ينساها، تفضل خالدة في التاريخ. في الوقت ده كمان مع الراعي أنا شايف يعني زي ما بتقولوا كده عصفور أو بحجر واحد، كذا عصفور مش عصفور واحد. أكرر تاني يا جماعة، مرسول تمنح الأهلي 3 مليون جنيه و250 ألف جنيه لمشاركته في السوبر الإفريقي بعد زيادة عائد رعاية الفريق، يعني ما قيمته حوالي 250 أو 225 ألف دولار، يعملوا 3 مليون وربع جنيه مصري، فده في حد ذاته رقم كبير جدا يعني. طبعا طبعا، 3 مليون جنيه وده قيمة النادي الأهلي التسويقية، يعني مباراة واحدة، إذا كنت مباراة بتاخد فيها واحدة ربع بالظبط. مليون دولار، يعني 3 مليون جنيه وربع في مباراة واحدة، في مباراة واحدة. صح،